السلام عليكم. حبيت صور الفيديو فيها شوية معلومات، يعني فيها شوية توضيح لشوية قصص. نحن بالمجال الطبي مهمتنا إنه نشتغل على العلاج، مهمتنا إنه نشتغل بالعلاج اللي بنشوفه صح، وبالنهاية يعني الشفاء من عند رب العالمين. بعض الحالات وكثير من الحالات اللي بتجينا مثل حالة كوكو. كوكو عم يتعالج من فترة طويلة عند حدا، اشتغلوا على علاجه بقدر الشيء اللي متوفر عندهم. عم يشتغلوا على مضادات حيوية بشكل كبير وهو ما عم يستجيب، تنفسه ما عم يستجيب أبدا، كل ما عم يسوء الوضع. وصل لمرحلة إنه هو إجانا من كم يوم، وصل لمرحلة إنه هو نحيف على الآخر، بيقولوا له أصحاب الطيور بيقولوا له مسيف، نحف كثير شديد، تعب كثير شديد للجسم. لما وصل لعنا أعطينا شوية أدوية تخلي الإفرازات تطلع لبرا، بعتنا عينة من الإفرازات على المخبر، فاتضح إنه العلاج كلياته كان عم يتعالج بمضادات حيوية مشان الجراثيم. مشكلته أساسا طلعت فطرية ما لها جرثومية. للأسف الحالة لبين ما حسنا نحن نكشفها، لبين ما وصلت أساسا لعنا، كانت كثير متطورة. الوضع للأسف يعني أنا شايفه عم يدهور، حتى يعني ما عاد في حتى استجابة بقى للمضادات الفطرية اللي عم نعطيها، لأنه جسمه صار كثير منهك، صار في التهاب رئة فطري شديد لدرجة إنه ما عم يستجيب. عم نعمل له جلسات رزاز، عم نعطي الأدوية بس، ولكن يعني ظاهر انه نحن وصلنا لمرحلة لا عودة. طبعا نحن حطينا اصحابه بالصورة. الشيء اللي حابب اوضحه انه كثير من الحالات نحن بتجينا بهالوضع هذا. كثير من الدكاترة بيعتذروا انه هن يتابعوا حالي من بعد غيره. انا صراحة ما بلاقي مناسب انه يجيني روح وما حاول معها. كثير من الناس لا بتكون هي مستوعبة. يعني جاني سؤال مرة انه طيب دكتور ليش عم يموت عندك اكثر من حدا؟ بداية الموت بيصير وين ما كان، إن كان بعيادات عنا وإن كان بعيادات برا، لأنه أساسا في أمراض ما بتستجيب. اثنين، نحن بيجينا حالات معالجة لمرة ومرتين وثلاثة ومو مستجيبة. الحمد لله في كثير منا بتستجيب، بس في بعضها يعني بتوصل لمرحلة كثير متأخرة. نحن بنحاول دائما، وأنا صراحة بس وصلت حالة لعندي ما بعرف إني والله اعتذر أو إنه نروح وتابعوا مع الدكتور اللي بلشتوا معه، خصوصي اذا لقيت انه العلاج الاولي ما كان موجه صح، او ما كان يعني ما في استجابه. يعني نحن بنحاول قدر الامكان انه نبذل اقصى جهودنا، والنهايه الشافيه رب العالمين. اكيد ما في انسان ما بيخطئ، اخطاء البشريه وارده من كل الناس، بس ولكن ان شاء الله ما بيكون في خطا واضح فادح قادح، خلينا نسميه اي خطا مخل بالمهنه، هذا الشيء ان شاء الله ما بيكون عندنا أخطاء بشرية، نسيان كذا، هذا الشيء من كل إنسان بيصدر. يعني هذا توضيح للناس اللي هيك اللي حابة فعلا تعرف شو الأوضاع. يعني وكوكو لقيته حالة من الحالات اللي خرج الواحد يوضح عليها. من كم يوم إجانا ببغاء تاني تقريبا نفس الأعراض، ولكن كانت مشكلته جرثومية. عملنا زرع، اكتشفنا إنه أيضا المضادات الحيوية اللي كان عم ياخذها ما بتعالج الجراثيم اللي هي فعلا معه. لقينا انه في مضاد حيوي بيستجيب عليه، بدأنا فيه وان شاء الله يعني الحمد لله استجاب. اليوم طلع لعند اصحابه، في استجابة جيدة، بده شوية متابعة معهم، ان شاء الله بيرجع تمام. يعني وصل بمرحلة افضل من هيك. للأسف كوكو وصلان بمرحلة كثير متأخرة. يعني ما بعرف اذا بحسن اعرض صورة لوضع المجاري التنفسية شلون بتكون بهيك حالة، والخطور شو بتكون عاملة فيها. يعني دعواتكم له لعل ان شاء الله يستجيب. نحن متابعين معه لآخر ثانية. هلا في عنا جلسة رزاز رح نبدأ فيها. فكرة جهاز الرزاز، نحن بالبداية كنا عم نستخدم قناع خصوصي صغير بيجي على قد رأس الببغاء، بس لقينا انه الشيء هذا عم يتعبه شوي، ف يعني لقيت هالفكرة أفضل بكثير. بنحطه بقفص، بنسلفن القفص، بندخل جهاز الرزاز لجوا. بس نلاحظ الرزاز يعني
يدخل لجوا وينزل باتجاه الطير. يعني في طبعا بعض الأدوية الموجهة لتحسين الوضع هذا وتخفيف الخطور أو القضاء عليها، لعل إن شاء الله يشفى. كثير من الحالات صراحة عم توصل لمرحلة بعد ما يشوفوا أصحابها فرق التعامل، بعد ما يشوفوا الطرق العلمية والمنهجية اللي عم نشتغل فيها يقولون يا ريتنا اجينا بالبداية. يعني بعضهم يقولنا يعني في ناس يعني حاولوا يشوهوا صورتكم لذلك بالبداية ما جينا عندكم، بس يا ريتنا كنا من البداية. إن شاء الله كيف يكون فيها شفاء، وإن شاء الله دائما نكون عند حسن الظن.